Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa as'adakumullahu awqatakum bikulli khair. Ayuhal ahibba'ul kiram, naltaki ma'akum marratan ukhra fil halaqatil akademiyyati min barnamijit ta'limil maftuh. Fafi hadhil fursatil qayyimah, nurid an natahaddatha ma'akum fi mawdu'it tayammum. أيها المشاهدون الكرام، كما علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، والوضوء إنما يكون بالماء، إلا أن الإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء، إما لفقده أو بعده أو لمرض يمنع من استعماله. فمن يسر الإسلام وسماحته أنه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضا عن الوضوء أو الغسل حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. أيها المشاهدون الكرام، إليكم الآن شروط التيمم وأركانه. فشروط التيمم أيها الإخوة الكرام: أولا، العلم بدخول الوقت. ثانيا، طلب الماء بعد دخوله أو بعد دخول الوقت. ثالثا، التراب الطهور الذي لا غبار ولا دقيق فيه. رابعا، أن يزيل النجاسة أولا. خامسا، وأن يجتهد في القبلة قبله. أما أركانه فكما يلي: أولا، النية ومحلها القلب، فيقصد في قلبه فعل التيمم، ويسن أن يتلفظ بلسانه فيقول: نويت استباحة الصلاة أو فرض الصلاة أو نفلها أو نحو ذلك مما يقصد فعله. فإذا نوى استباحة الفرض جاز له فعل النوافل معه. ثانيا، مسح وجهه ويديه إلى المرفقين بضربتين، وذلك بأن يضرب بكفيه على التراب الطاهر الذي له غبار ويمسح بهما جميع وجهه، ويضرب بيديه ثانية على التراب ويمسح بهما يديه إلى المرفقين، ويمسح بيده اليسرى يده اليمنى وبيده اليمنى يده اليسرى. ثالثا، الترتيب على هذا الشكل الذي ذكرناه، لأن التيمم بدل عن الوضوء والترتيب ركن في الوضوء كما علمت، فهو ركن في بدله من باب أولى. أيها المشاهدون الكرام، للتيمم أيضا سنن، يعني يسن في التيمم ما يسن في الوضوء، من التسمية وأن يبدأ بأعلى الوجه ويقدم اليد اليمنى بالمسح على اليسرى، وأن يمسح جزءا من الرأس وجزءا من العبد، وأن يوالي بين مسح الوجه واليدين، وأن يتشهد بعده، ويدعو بالدعاء المأثور بعد الوضوء.
تخفيف التراب بنقد الكفين أو النفع فيهما، كما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما، وفي رواية أخرى: ونفخ فيهما ثم مسح بهما. أيها المشاهدون الكرام، وكما للتيمم سننه فله أيضا من مبتلاته ونقده. أولا، كل ما يبطل الوضوء أو كل ما يبطل الوضوء من النواقض التي ذكرت في الوضوء. ثانيا، وجود الماء بعد فقده، لأن التيمم بدل الماء، فإذا وجد الأصل بطل البدل. ما روى أبو داود وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. ولوجود الماء بعد القضاء الصلاة فقد صحت صلاته وليس عليه قضاؤها. لو وجده بعد شروعه في الصلاة فإنه يتممها وهي صحيحة، ولو قطعها ليتوضأ ويصلي بالوضوء كان أفضل. القدرة على استعمال الماء كمن كان مريضا فبرئ. ورابعا، الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، لأن التيمم للاستباحة وهي منتفية مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما رفع الحدث. ونكتفي بهذا القدر أيها المستمعون الكرام، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.